السلام عليكم شباب قناه مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. والنهارده في حلقتنا حارت عليكم اقوى وصفتين هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الصدر. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتكم دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كره مشاركم كل فيديوهات جديده كل بنات الفيديو. أكترية البنات والسيدات بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يهتموا بمنطقه الصدر بشكل كبير جدا، لان منطقه الصدر تعتبر رمز من رموز الانوثه عند كل البنات وكل السيدات. وكمان برضو في نفس الوقت بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يبحثوا عن ابسط واسهل الوصفات اللي تساعد بجانب التمارين اللي هم بيعملوها على تكبير وتسمين منطقه الصدر. بيحبوا ان هم يعملوا الاثنين دول مع بعض، وانا على فكره متفق معاكم تماما ان يعني الوصفات مع التمارين هتساعد وتساهم على انكم توصلوا للنتيجه اللي انتم عايزينها في وقت قصير جدا. وكمان برضو تقدروا تعملوا التمارين لوحدها، وكمان برضو تقدروا تعملوا الوصفات لوحديها، يعني مش شرط الاثنين يكونوا مع بعض. بس انا كمحمود او انا كمدرب بنصحكم ان انتم تعملوا التمارين والوصفات مع بعض عشان خاطر تلاقوا نتيجه في وقت قصير جدا. وانا عارف ان دي بتعتبر مشكله كبيره بالنسبه لكل البنات ولكل السيدات، بس انا مش عايزكم تقلقوا من اي حاجه خالص، لان مشكلتكم هتتحل واعتبرها كمان انها اتحلت. لان ان شاء الله في فيديو النهارده هعرض عليكم اقوى وصفتين هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الصدر. ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه هما الوصفتين دول، يلا بينا. من قبل ما اقول لكم على المكونات تبع الوصفه الاولى، عايز اقول لكم ان انتم لو حبيتوا انكم تجيبوا ورقه وقلم علشان تكتبوا كل حاجه انا بقولها مفيش اي مشكله، ولو حبيتوا انكم تعيدوا الفيديو من اول تاني برده مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم. حلو قوي، شوفوا بقى انا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي، دلوقتي بقى هتجيبوا طبق صغير يكون خويط عشان مجموعه السيود ما تقعش بره، تمام؟ هتجيبوا بقى معلقه كبيره من سيد الحلبه، بالاضافه كمان على سيد الحلبه هتجيبوا معلقه كبيره من سيد السمسم، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره من سيد الكافور. طبعا الثلاث سيود او الثلاث مكونات دول مع بعض هتقلبوها في الطبق بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه. ولكن في حاجه مهمه جدا، من قبل ما تستخدموا الوصفه دي لازم تغسلوا منطقه الصدر يا اما بميه سخنه او بميه فاتره عشان خاطر تفتحوا المسامات طبعا منطقه الصدر، وفي نفس الوقت تنشطوا وتحفزوا الدوره الدمويه في منطقه الصدر. طيب دلوقتي ولا نفترض ان انتوا ايه غسلتوا منطقه الصدر خلاص، هتمسحوها او تنشفوها باي فوطه او باي قماشه متاحه عندكم. وبعد كده هتجيبوا مجموعه السيود دي، حبه في اليد اليمين وحبه في اليد الشمال، وبعد كده هتدهنوا بيها منطقه الصدر بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه لمده 5 دقائق في اليمين و5 دقائق في الشمال، مع شويه خبط وضغط خفاف جدا عشان خاطر تحفزوا وتنشطوا الدوره الدمويه. وبالتالي مجموعه السيود دي تبدا تدخل تحت المسامات اللي اتفتحت في منطقه الصدر عشان خاطر تلاقوا النتيجه اللي انتوا عايزينها في خلال 10 ايام او 15 يوم. حلو قوي، دلوقتي بقى بعد ما تخلصوا الدهان في منطقه الصدر هتسيبوا الوصفه دي لمده ساعه او ساعتين او ثلاثه، وكل ما كانت المده اطول كل ما كانت النتيجه هتبقى احسن واحسن بكتير. وبعد كده هتغسلوا منطقه الصدر يا اما بميه سخنه او بميه فاتره. ولو حبيتوا انكم تسيبوا الوصفه دي على منطقه الصدر وتناموا بيها وتصحوا تاني يوم وتغسلوها بميه سخنه او بميه فاتره مفيش اي مشكله خالص، دي حاجه ترجع لكم انتوا. وانصحكم انكم تعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على الوصفه الاولى دلوقتي هقول لكم على الوصفه الثانيه والاخيره، فانا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفذوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي، دلوقتي بقى هتجيبوا طبق صغير وهتحطوا بقى جوه الطبق معلقه كبيره من سيد الكافور، بالاضافه كمان الى معلقه كبيره من سيد الصويا، بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره معلقه كبيره من سيد اللوز. طبعا مجموعه السيود دي مع بعض في الطبق بشكل دائري او بشكل عقارب الساعه، وما تستخدموش الوصفه دي الا لما تغسلوا منطقه الصدر يا اما بميه سخنه او بميه فاتره. وبعد كده هتمسحوا منطقة الصدر يا اما بأي قماشة متاحة عندكم او بأي فوطة متاحة عندكم، واهم حاجة تنشفوها كويس جدا ما يبقاش فيه نقطة مية. حلو قوي، وبعد كده هتاخدوا بقى
من الوصفة التانية دي او مجموعة السيوت دي حبة في اليد اليمين وحبة في اليد الشمال وتدهنوا بيها منطقة الصدر بشكل دائري او بشكل عقارب الساعة. وانصحكم انكم تبطلوا تدهنوا منطقة الصدر بشكل دائري او بشكل عقارب الساعة مع شوية ضغط وخبط خفاف جدا عشان تحفزوا وتنشطوا الدورة الدموية، وتبطلوا برضو تدهنوا لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، وهتسيبوا الوصفة دي على منطقة الصدر لمدة ساعة ساعتين ثلاثة مفيش اي مشكلة. ولو حبيتوا انكم تناموا بيها وتصحوا تاني يوم تغسلوها يا اما بمية سخنة او بمية فترة مفيش اي مشكلة برضو، دي حاجة ترجع لكم انتوا حلوة قوي. فانا انصحكم انكم تعملوا الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل يوم. وبعد ما قلت لكم على احسن وافضل واقوى وصفتين هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الصدر بجانب التمارين اللي انتم بتعملوها، عايز اقول لكم ان انتم هتختاروا وصفه واحده بس من الوصفتين اللي انا قلت لكم عليهم. وكمان لو حبيتوا انكم تبدلوا الوصفه اللي انتم ماشيين عليها بوصفه تانية مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه يكون بعد مرور اول 10 ايام او بعد مرور اول 15 يوم او 30 يوم. ولو حبيتوا انكم تبطلوا مستمرين على وصفه واحده لحتى ما تلاقوا النتيجه اللي انتم عايزينها برضو مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتم حلو قوي. في نقطه مهمه انا حابب ان اتكلم فيها معاكم، وهي ان في الوصفه الثانيه انا قلت على حاجه اسمها سيد الكافور. احيانا في بعض المتابعين او بعض المشاهدين في بعض البلاد العربيه احيانا ما بيكونش متاح او متوفر عندهم سيد الكافور، لان طبعا يعني الحاجات دي بتختلف من بلد لبلد، والحاجات دي برضو اغلبيتها بتبقى موجوده عند العطارين تمام. فالمهم سيد الكافور لو مش موجود او لو مش متاح في البلد اللي انتوا فيها تقدروا تستخدموا مكونين بس من الثلاث مكونات تبع الوصفه الثانيه. الكلام ده في حاله واحده بس، لو سيد الكافور مش متاح عندكم. ولو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي وانا بشكركم بجد من قلبي، ها من قلبي، على صبركم ودعمكم ليا. وبكده ما احنا خلصنا حلقتنا، سواء احنا بتاعتون دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعلق كومنت تحت، وان شاء الله اكتب عليكم باقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كرات توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا. تمام، السلام عليكم.